أقيم في كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين في تلاع العلي بعمان قداس احتفالي بمناسبة وصول ذخائر القديس شربل التي ستبقى موجودة في الكنيسة ليحظى المؤمنون ببركة وشفاعة هذا القديس. المزيد في هذا التقرير. احتفلت رعية قلب يسوع الأقدس للاتين في منطقة تلاع العلي في العاصمة عمان باستقبال ذخائر القديس مار شربل، حيث أقيم قداس احتفالي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن بمعاونة راعي الكنيسة الأب علاء مشربش وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة وحضور جموع من المؤمنين والأخوات الراهبات وأبناء الجالية اللبنانية المقيمة في الأردن. أنا مقيم عهدي معكم ومع نسلكم من بعدكم. المسيح مات مرة من أجل الخطايا، مات وهو بار من أجل فجار ليقربكم إلى الله. وفي بداية القداس رحب الأب مشربش بالمطران الشوملي وبالأب مارسيل يوسف ممثل دير مار مارون في لبنان وبجوقة سيدة طاميش لإحيائها مع جوقة قلب يسوع الأقدس القداس الإلهي، كما شكر جميع الحاضرين ومجموعة كشافة ومرشدات الكنيسة لتنظيمها مراسم القداس. وألقى المطران الشوملي عظة القداس التي ابتدأها بتحية لجميع المؤمنين الذين حضروا من لبنان خصيصاً للمشاركة في هذا القداس الاحتفالي بحضور ذخائر القديس شربل، حيث قال: أمام ذخائر القديس شربل الذي يزورنا من لبنان لنطلب شفاعته بما نحتاجه أفراداً وعائلات، لنطلب بشفاعته من الله تعالى أن يحمي وطننا والأرض المقدسة وسائر مناطق الشرق الأوسط الملتهب لكي ينعم علينا بالسلام والمصالحة. القديس شربل يمتاز بأنه صانع معجزات. المئات والألاف من المؤمنين يزورون قبره سنوياً ويؤمون مزاره من كل الكنائس والأديان لكي يطلبوا نعمة أو بركة أو معجزة، وهو كريم مع الكثيرين. وخلال القداس قدمت السيدة ماريان أندراوس شهادتها حول المعجزة التي حصلت مع قريبها وشفائه بشفاعة القديس مار شربل. عم بخبروني أنا اتضحكت إنه أنا عارفة في شيء من الأردن عم يشتغل معنا مار شربل. اللي بدي أقوله اليوم إنه الحرب بترد الصاعقة المدمرة، يعني مار شربل كان من الأردن، هو ساعدنا تضرع لأجلنا. يا قديس لبنان والأردن والعالم، آمين. وجرى خلال القداس تطواف لذخائر القديس مار شربل لتوضع في مكانها الدائم بالقرب من مذبح الرب ويتبرك منها جميع المؤمنين، كما رفعت أيضا أيقونة القديس شربل لتبقى داخل الكنيسة. وفي نهاية الاحتفال تم تقديم درع الكنيسة كعربون محبة للأب مارسيل يوسف على جهوده في إيصال الذخائر ومشاركته في القداس. وعشية استقبال ذخيرة القديس شربل أحيت جوقة سيدة طاميش في ذات الكنيسة أمسية قدمت خلالها مجموعة من الترانيم الخاصة بالقديس شربل. وفي ختام الأمسية شكر الأب علاء مشربش راعي الكنيسة الجوقة والحاضرين والأب أنطوان سلامة مقدما له وللجوقة باسم رعية قلب يسوع الأقدس درعا كعربون محبة على زيارتهم الأولى للأردن وأحيائهم لهذه الأمسية.
يشار أن جوقة سيدة طاميش قد تأسست عام 2007 من قبل الأب أنطوان سلامة، وتضم 35 مرتلاً ومرتلة تابعة لجامعة الروح القدس الكسليك في لبنان. أكيد نحن فرحانين اليوم أنه نجي على الأردن تنحي هالأمسي اليوم رسيتال ديني اللي بتحيي جوقة دير سيدة طاميش. دير سيدة طاميش هو موجود بلبنان بالمتن، هو تابع للرهبانية اللبنانية المارونية. هيدي أول مرة هالجوقة بتجي بريت لبنان. كان لنا حظ نجي على الأردن تنحيي هالأمسية بمناسبة وجود زخائر مارشربيل بالأردن. Yeah.